أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت. وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح عقب ختام الاجتماع، أوضح أنه تم أيضا تناول الوضع الإقليمي والتدخلات الإقليمية، مشيرا إلى وجود تفاهمات حول كيفية التحرك من اليوم وحتى 9 مارس القادم، موعد الاجتماع القادم للمجلس الوزاري بالقاهرة. في هذا الاجتماع اليوم تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته، الوضع الإقليمي، التدخلات الإقليمية، وأيضا الوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي. طبعا في تفاهمات كيف نتحرك من اليوم حتى 9 مارس الاجتماع القادم في المجلس الوزاري في القاهرة، ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة في أيضا حوالي 9، 10، 8 سبتمبر، لم يتفق على الموعد بعد. بصفة عامة مثل هذه الاجتماعات أثبتت التجربة والنقاش أنه الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث، وبالتالي بينطلقهم في أي اتجاه وبيتحدثوا مع بعضهم بكل الصراحة، وهذا يعود علينا جميعا بالفائدة.